العلاج جواك. معكم دكتور نور الدين مصطفى، احكي لكم النهارده عن يومي في مركز التبرع بالبلازما في العجوز. اول ما بنيجي بنعمل ريجستريشن او بنسجل، التسجيل سهل جدا بالبطاقه بتاعتنا العاديه خالص. بنيجي بنسجل وبناخد تقريبا افريج دقيقه دقيقتين بالكثير قوي، والناس في قمه التعاون والذوق. عايزين يطمنوا علينا فبياخدوا لنا الحراره والضغط، وبعد كده بياخدوا عينه من الدم عشان يشوفوا الهيموجلوبين بتاعنا كويس ومؤهل الدم بتاعنا ان هنبدا التبرع بتاعنا ولا لا. بنخش على الجهاز والموضوع سهل جدا جدا. تقريبا الرينج الجلسه افريج ساعه الا ربع تقريبا. اللي عايز اقوله كمان ان القعده مريحه جدا، يعني مش قاعد انت قاعد متكتف، لا انت قاعد الكرسي مريح، في بقى تاب داخل على الانترنت تقدر تقضي الساعه الا ربع دي او الساعه من غير ما انت متضايق او متكتف، والقعده فعلا بجد والله مريحه جدا. انا كنت الاول متخيل ان التبرع بالبلازما زيه زي التبرع بالدم، وده مش حقيقي. التبرع بالدم انت بتتبرع بكميه من الدم بتطلع من جسمك وبياخدوها بيستخدموها او بيدوها لحد محتاج. التبرع بالبلازما هو فصل البلازما من الدم، والدم بتاعك بيرجع تاني. انا كل طول الوقت وانا الكميه اللي هتتاخد هي كميه، لا انت بقيه الدم بيرجع لك تاني وبتفصل البلازما بس. فالموضوع بسيط خالص، ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي نوع من انواع الالم. في حاجه بقى مهمه قوي بتتعمل، بتعمل بقى تشيك اب على عينه الدم اللي بتتاخد دي علشان نتاكد ان البلازما مؤهله ان احنا نبدا نتعامل بيها او نبدا نصنع منها الادويه اللي احنا محتاجينها. التحاليل دي مهمه قوي وهتجيلكم، يعني كانك عملت تحليل فور فري. تحليل فيروس سي، تحليل فيروس بي، تحليل الايدز، تحليل الار اتش، نعرف بالنسبه للستات كمان ده مهم قوي نعرف الار اتش بتاعنا بوزيتيف ولا نيجاتيف، فصيله الدم بتاعتنا والزهري. ايه بقى اهميه مشروع تجميع او التبرع بالبلازما ده، وليه سياده الرئيس مهتم بيه جدا جدا؟ هشرح لكم ان البلازما دي بيتصنع منها مجموعه من الادويه، زي مثلا الاطفال اللي لا قدر الله عندها مرض القابليه للنسف او الهيموفيليا، ده بيبقى عندهم نقص في فاكتورز معينه في الدم بتساعد على التجلط اللي هو فاكتور 8 و9 و10. في بعض الناس اللي عندها مشاكل لا قدر الله في الكلى وفي الكبد بيحتاجوا البومين. في الناس اللي عندها مشاكل او ضعف في المناعه بيحتاجوا اميونوجلوبولين. كل دي بتتاخد من البلازما، وللاسف المفروض انها بتتصنع في مصانع بره ومكلفه جدا. البلد كانت كانت بتوفر الادويه دي بالتكلفه العاليه دي، بس لما حصلت مشكله كورونا اللي في العالم وبدات البلاد تقفل على نفسها، بدا احتياجنا من الادويه دي يتاثر. ودي حاجه استراتيجي، الدواء من الحاجات الاستراتيجيه جدا اللي ما ينفعش اعتمد عليها على حد. فسياده الرئيس قرر ان هو يعمل البرنامج ده او المشروع ده دوانا ما ينفعش نبقى بناخده من بره، خاصة ان العلاج جوانا. الدواء ده لينا كلنا، لو انت مش اللي هتحتاجه هحتاجه قريبك، هحتاجه جارك، حاجة مهمة قوي. التجربة النهاردة انا بقولكم هي حلوة جدا جدا وسهلة جدا جدا جدا، بالاضافة ان الموضوع مهم قوي قوي قوي، وياريت كلنا نتبرع والعلاج جوانا. المشروع القومي للتبرع بالبلازما، مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. الموقع الإلكتروني plasma.mohp.gov.eg. الخط الساخن 15 335.